نقدم لكم المكان ديال مي فاطمه، ونبغي نقدم لكم الدار ديالها. اه هذه الدار ديال مي فاطمه، يعني مغطينا المكان ديالها. هذه مي فاطمه مغطيناها بالبريد ديال الحوت، وهذه طابله ديال الحوت باش مغطينا باش نطرق لها البرد. والله يرحم الوالدين، والله يخلف على الناس ديال الحومه تعاونوا مع هذا المحل هذه المده ديال الايام وهذه النهار هو الرابع. نقدم لكم مي فاطمه مسكينه العجوز. مي فاطمه شوفي فينا هنايا، شوفي فينا، شوفي فينا، شوفي فينا، شوفي فينا. قول لي اخويا، بغينا نسولوك. مرحبا. اجي اجي معايا دوز هاد الجيل لحظه باش ما نبينوش الناس اخرين. اه قول لي. نعم خويا. خويا حنا جينا دابا صورنا مع مي فاطمه ياك، وحنا كان بطبيعه الحال كنحترموا الرغبه ديال جميع الناس اللي كيبغي يبان وكيكون موافق انه يبان معنا في المباشر كنبينوه، اللي ما كيكونش متفق معنا باش يبان في المباشر ما كنبينوش ياك. اذا انت كنشكرك انك فضلتي انك تبان معنا في المباشر. خويا الله يجزيك، اول حاجه كنشكركم على المراعاه ديالكم للمي فاطمه، المراه المسنه. بغيناك تعطينا مستجدات اللي بطبيعه الحال قالوا لنا الاخوان بان عندك شي مستجدات بخصوص المي فاطمه. شرح لنا المي فاطمه كيفاش جات هنا، هاد السيده كيفاش توصلت هنا. حنا السيده هذه اش غادي نقول لك اخي، حنا المستجدات اللي كاينه هي هاد الانسانه مده ديال 4 ايام دابا حنا باش كنعرفوها هنا. السيده نهار جات جابوها شي ناس حطوها في ديك البلاصه لهي، جات واحد السيده على ما تيقولوا الناس ديال الساكنه هنا، حطاتها شي وحده لهيها خلاتها بركاتها غير واحد البركه ودورات عليها كارطونه خلاتها هكا مسكينه باركه نهار كامل مقصه. جابتها شي وحده هنا؟ جابتها شي وحده. اه حنا ملي جاو الناس ديال الساكنه هنا هزوها من تما طرفوها على الميديتي ديال الليل، جابوها هنايا طرفوها، وجاو شي جوج عيالات هنا الله يرحم لهم الوالدين ما بغيناش نذكروا الاسماء ديالهم، هما اللي تعاطفوا معها حتى حيدوا لها داك الشيء اللي كانت دايره تحت منها مسكينه، وكانت نعسانه غير فوق من الكارطون، الكارطون فازق هنا بهذا الشيء ديال الحوت كما كتشوفوا هنايا البلاصه غير ديال الحوت. راه شافوها المشاهدين معنا غير صناعه ديال الحوت باش مغطينا. هادو هما الحيوطه ديال مي فاطمه، هادو هما الدار ديالها، وما نبغيش انا من اي شي محسن يكون عنده شي ظرف حال هذيك. الله يرحم لكم الوالدين المحسنين، تعاونوا مع مي فاطمه. السيده قال لك هاد السيده اللي جابتها حطاتها لهيه وحولوها الناس هنا وتعاوننا معاها حنا الناس ديال الساكنه، واحد جوج عيالات باقيين مقابلين لدابا الله يرحم الوالدين. واحد السيده كتسكن هنا حتى هي راه مره الليل كامل كتبقى تنزل كتشوفها كتراقبها حتى الصباح، الله يرحم لها الوالدين حتى هي الدور ديالها. تعاونوا معاها الناس ديال الساكنه بكويشات وخيدات كل شيء خرج ليها، ولكن حنا بغينا نعرفوا هاد السيده هذه شكون هما هاد الاولاد اللي جابوها هنا ولاحوها. هذه مده ديال 4 ايام دابا حنا كنبقاو سهرانين، حنا كنبقاو نبيعوا ونشريوا هنايا، نوريك المكان فين كنبيعوا ونشريوا، كنبقاو خدامين حنا كنبيعوا ونشريوا هنا، كنبقاو مقابلين هنا حتى ل 12 ونص الوحده، الوحده ونص حتى لجوج الليل ماكسيموم كندخلوا في حالاتنا. اذا حنا كندخلوا للديور راه كنتغطاو كنعسوا كندفاو، وهاد مي فاطمه كتبقى هنا في البرد والشتاء والسمراء والليالي وخنز، البرد غادي يفوت حنا مغطينها هازينا على الماء، ولكن الخنز ريحه الخنز غتقتلها مسكينه ازماتيك. هاد السيده هادي نهار جات حطوها هنا ازماتيك، سولناها قلنا لها واش كديري الرابوز، قالت لك كندير الرابوز. اش من الرابوز؟ قالت لك كدير الزرق. عيطنا على الطوارئ قلنا لهم السلام عليكم، هاد السيده راه عندنا واحد السيده في حاله شارع، حاله شارع، في حاله شارع، خاصها خاصها الاكسجين. عيطوا لنا الطوارئ قال لك هاد السيده واش عندها الاولاد ولا ما عندهاش، قلنا لهم اودي حنا ما عرفناش، حنا هاد السيده جينا لقيناها مليوحه في المكان المحدد. قال لك عيط للديزناف، عيطنا للديزناف، الديزناف ما يديروا معنا حتى شي حاجه، بقينا مقابلين حنايا ريوسنا، بقينا نعيط نعرفوا واش نعيطوا دابا للطوارئ ولا نعيطوا للديزناف ولا على من نعيطوا دابا، نعيطوا لسيدنا على من نعيطوا باش تعاون مع هذه الانسانه هذه المسنه هذه اللي عندها ولادها وعندها بناتها وعندها كل شيء خلاته ورزقها مسكينه وجايين لي حنا في هذه المكان اللي خانز هنايا، وحشومه على هاد الناس هذه يديروا في هذه الحاله. والله ياخذ الحق في الظالم. واش شكون اللي قال لكم دابا غير باش المشاهد هو باش المشاهد نحطوه في الصوره، شكون اللي قال لكم انتم بان هذه السيده عندها بنات عندها ولاده ولحينا هنايا؟ السكينه واش هي الهضره اللي كتروج هنايا؟ واش هي الهضره دابا اللي كتروج مي فاطمه ملي كنسولوها دابا؟ اه السؤال ديالها كنقول لها مي فاطمه فين ساكنه؟ كتقول لك انا كنسكن في درس السلطان.
هنا بلاصه في درب السلطان ما عرفتش. وعندي جوج بنات. عندها جوج بنيات. يعني هي اللي كتقول عندها جوج بنات ولد. يعني هي كتقول غير باش المشاهد يفهم كتقول فمها بان عندها الوليدات وكتسكن في درب السلطان، هنا بلاصه في درب السلطان ما عاقلاش مسكين. وكيفاش الظروف؟ الظروف اللي ما كتعاودش لكم مثلا، الظروف اللي خلاتها تجي هنا؟ لا والو ما كتبغيش تعاود، دابا راه بغاو يتعاونوا معاها الناس ديال الساكنه، بغات تديها واحد السيده اللي كيخافوا من المسؤوليه. كيخافوا من بزاف. يعني حيت كاين المسؤوليه في هذا الشيء هذا. لا كاينه واحد الانسان الله يذكرها بالخير الله يجازيها بخير، بغات تديها معاها، بغات تحسبها امها. بغات تديها وتوكلها وتشربها وتراعيها وكل شيء، ولكن مي فاطمه ما بغاتش تمشي مسكينه، ما عرفناش علاش. علاش ما بغاتش تمشي لله وحده؟ بغات تبقى في هذه البلاصه. رغم ذلك راه ما يمكنش هذه السيده، هي هذه السيده الله يجازيها بخير، ولكن قانونيا راه كتوقع تحت المساءله القانونيه ان لا داتها ولا وقعت لها شي حاجه. هي راه قانونيا كانت باغا تشدي مي فاطمه على اساس يعني يعني باذن السلطات، باذن باذن الامن وباذن غديكلاري باذن السلطات غتمشي غديكلاري بها باش تديها عند المحل. اذا شنو الطلب ديالكم انتم هذا؟ شنو لما كتوجهوا النداء ديالكم انتم هذا؟ السلطه راه لما غنوجهوه لما غنوجهوا السلطه عيطنا عليهم ذاك النهار باش يجيو يديروا يعتقوا مي فاطمه. جمعيه المجتمع المدني. جمعيه المجتمع المدني. الحاله اللي عايشه فيها زعما مسكينه تحيد من الحاله اللي هي فيها. هذا انا ما نبغيش شي واحد يعيش في هذا الخنزانه، ولو حيوان ما يعيش في هذا الخنزانه. يا بغيتي انت تدور دابا جيت مي فاطمه الكاميرا الله يرحمك الوالدي، واش حيوان يعيش في هذا الخنز هذا؟ حيوان حشاك حيوان يعيش في هذا الخنز؟ راه هي عايشه هي وقت الفراغ هي والشق. شوف واش مغطينا مسكينه، وشوف واش مفرشه، شوف كي دايره هي. يعني دابا هادي هاد هاد الشيء دابا انتم اللي مصوبين ولا ياك؟ هاد الشيء حنا اللي مصوبين ولا الشيء هذا؟ هذه الطابله ديالي، هذه الطابله ديال الدري هذا. كنشكرك من هذا المنبر هذا. الدري الاخر حتى هو كنعطيو له واحد السيده جابوا له ذاك المونطاج وهذاك الشيء. خويا السيده خويا السيده هذه كتضحك مسكينه قالتها وكتضحك. ياك امي فاطمه مي فاطمة لا لا مش خبيث لا مش خبيث حنا ندير لها هادشي سولنا ليه عرفتي علاش؟ حيت كانت ناعسه مسكينه البارح والبارح نعس ليه ونوضوا حيدوا لها كرسي وخلاو منا الله باش تعرف هذا عطيه لي باش نمشي. واش بان انت؟ زيد زيد قدام. مرحبا مرحبا. معنا كذلك احد الساكنه اللي كيسكن هنا في المنطقه واللي كنشكروه بالمناسبه حيت هو هالطابله المسكين كيبيع السمك، وهالطابله اللي كيبيع فيها السمك هو بنهار ها هي اللي كتشوفوا معنا، فكيضطر انه كيديرها لمي مي فاطمه على حساب البرد بالليل. خويا خويا امين بغيناك تهضر معنا على الحاله ديال مي فاطمه مسكينه. حاله مي فاطمه معذبه خويا تقول بان جاوتها بنتها ورجلها لاحوها فهمتيني، خاصهم يديوها لدار العزازه جاو لاحوها هنا فهمتيني، ولاحوها شي وقت مع ديال 4 الصباح اللي ما شافهم حتى شي واحد. لا ولكن خويا امين ما يمكنش يدوا ولادي يدوا لدار العزازه، خصهم يشدوها ماشي يدوا لدار العزازه. يشدوها ما والو جاو لاحوها يعني حطوا لكم هنا وزادوا. حطوا انا هنا وزادوا. سمعنا بان حطاتها شي مرا واقيلا ياك؟ بحال هكاك مرا دريه ماشي مرا فهمتي. وعيطنا اليوم الاسعاف قلنا لهم السيده مخنوقه في شارع الدرب الانجليز زنقه 5 ما جاوش هذوك الناس ديال الاسعاف. وهي دابا راه شوف حالتي كي دايره مخنوقه وهذا والله اللي عالم بها والله. شكرا خويا امين كنشكرك بزاف، ومن بدورنا كنشكروا الابطال ديال المدينه القديمه اللي بحالك اللي كيتكلفوا بهاد الناس مساكن اللي ما عندهمش، واخا انتم ما عندكمش عندنا والدين وعندنا ولادنا. شكرا شكرا خويا امين شكرا بزاف شكرا. اذا كما تبعتوا معنا مشاهدينا الكرام، فهذه كانت شهاده حيه بطبيعه الحال من طرف الساكنه اللي كتراعي الان مي فاطمه، ولكن كيتكلموا على انه احتالين غادي يمكن لهم انهم يبقاو مراعين هذه السيده في غياب جمعيه ديال المجتمع المدني، في غياب ديال الناس محسنين اللي بالاكيد حنا الحمد لله كنامنوا فيهم خير، ولكن في غياب ناس محسنين اللي غادي يحاولوا انهم هذه السيده هذه غير نعرفوا مثلا الظروف ديالها، الظروف والحيثيات ديال القصه ديالها، غير باش نحاولوا اننا ننقدوها. حنا كمنبر اعلامي كنوصلوا كما قلنا الخبر، ومن بعد كيبقى الرأي كيبقى للمشاهد الكريم. إذا إلى هنا
سناتي مره اخرى كما العاده على نهايه هذا البث المباشر، على امل اللقاء بكم في بث مباشر اخر. خويا كلمه اخيره قبل ما نختموا. الله خيره، والله يجازيكم بخير المحسنين، الله يجازيكم بخير. مي فاطمه ما تخليوهاش تضيع الله يرحم لكم الوالدين. راه اليوم الرابع دابا حنا الناس ديال السكينه ديال الحومه مقابلينا الحمد لله، راه ما خصها حتى شي خير، ولكن ما نبغيوهاش تعيش هكا في الخنيس، حيت ما حتى واحد ما قدر يتحمل يدخل عنده الدار ديالو. المسؤوليه القانونيه. المسؤوليه القانونيه. المهم فاطمه ما بغيناش تبقى هكا مسكينه في هذا البرد وفي الخنيس. اسمع لك كتحب مسكينه، اسمع لك كتحب. ازماتيك. راه دابا راه الناس راه كاين شي ناس اللي قايمين في الدور ديالهم اللي كيجيبوا لي كل نهار بعدا كيجيو كيبدلوا لها مسكينه لي كوش. كل نهار كيجيو يبدلوا لها اللبسه ديالها، وكل نهار كيجيبوا لها الرابوس اللي تقاد عليها من يومين ليومين ثلاث ايام ثلاث ايام. شكرا. المده ديال 4 ايام دابا هي على هذا الحال، وما نبغيوش تستمر هذا الحال. الله يرحم لكم الوالدين، الناس محسنين، الله يجازيكم بخير. ما نشوفوش حالتكم فاطمه، الله يرحم لكم الوالدين. شكرا شكرا خويا، شكرا. كلمه اخيره. امين امين خويا، كلمه اخيره. زيد اخوك تدخل عندنا باش ما نشتت شي واحد. امين. كلمه اخيره خويا. امين. كلمه اخيره خويا، حنا جا نطلبوا الناس المحسنين والسلطه، فهمتيني، الله ينصر سيدنا محمد السادس، ما جيتش تقبلش هذا الشيء، فهمتيني، بان الناس امراه بحال مول فاطمه فضلاش ومليوحه الزنخه، كون ما لقاتنا حنا ولاد المدينه مثلا تنحسوا بعباد الله وهي بدر السلطان، وانت تشوف الحاله كي دايره، تنبيعوا الحوت تنغطيوها بلاصتنا وهادي، علاش؟ حيت مسكينه ما عندهاش فين تمشي، وتنطلبوا من السلطات ومن سيدنا يدير شي حل لهاد الناس هادو، راه كلها عالم بيه الله. شكرا خويا امين. شكرا خويا امين. وحنا بدورنا كمنبر اعلامي كقناه مغارب نيوز كنتقدموا بالتحيه والتقدير لكل من ساهم في الايواء ديال مي فاطمه، رغم انه هذا ما كنسموش ايواء، بطبيعه الحال الايواء هو اللي كيكون في تحت السقف ديال البيت، ولكن الحمد لله مهما كان انه كاينه قلوب رحيمه، هاد الناس كيتعاملوا مع مي فاطمه بالقدر المستطاع ديالهم. حنا كنشوفوا كل شيء على قدم وساق لخدمه هاد السيده هادي، ولكن احتالين، هذا هو السؤال المطروح، احتالين احتالين غادي نبقاو مثلا كنتسناو ان هاد السيده هادي يبقاو مقابلين الناس في الحومه هنايا. لهذا كنوجهوا نداء لجمعيه المجتمع المدني، كنوجهوا نداء للسلطات المحليه بالمنطقه انهم يشوفوا من حال هاد السيده هادي. اذا الى هنا سناتي على نهايه هذا.